فحاولنا نهيكلوا المشاكل هذه من خلال أسئلة يعني مغلقة وموجهة. فيما بعد دققنا بعض الاستنتاجات اللي توصلنا لها من خلال الأرقام، يعني ما بعد الأرقام كنا ما نجموش نحطوا عليها هكاك إلا ما شفنا معناها شنية الحديث اللي كان يتقال في المقاهي الشبابية وفي مجموعات التركيز في مؤسسة ياسين مبكر. فنجم نقدم لكم نتائج الاستبيان، معناها توا تنجموا تشوفوا رواحكم من خلال الأرقام اللي موجودة هذه. وبطبيعة الحال أنا كما تعرفوا معناها اختصاصي علم الاجتماع، لكن نتكلم في حضرة مدام تسنيم اللي هي دكتورة في علم الاجتماع وكل شيء، وفي حضرة سي حاتم كحلون اللي هو مخطط عمراني. فكل ما باش نقوله راه ما عندوش معنى علمي كبير بالمقارنة مع فتصور المشروع هو قام التصور العام هذايا على فرضية أساسية تتمحور حول وجود فجوة حقيقية بين النصوص التشريعية الجديدة المتعلقة باللامركزية والحكم المحلية والديمقراطية التشاركية وبين مدى استيعاب. فسألناهم على النوادي الشبابية، يعني تسمى باهي النوادي الشبابية موجود منها 27.8% معناها أكثر حاجة 43.9% إنها موجودة. هنا نبداو يعني في الحاجات المفرحة، إنه المقاهي الثقافية تلقى 5.1% موجودة، معناها يزي في البركة. الجمعية تيان هما 4% موجودة يتمثلونها موجودة. نقابة السكان 3.5% موجودة. جمعية أولياء التلاميذ 2% موجودة وناشطة، معناها أمورها مريبة. جمعية المحافظة على التراث كيف كيف زادة، معناها 2% نتوقعوا إنها يعتبروها موجودة وناشطة. نلاحظ أن هي ضعف تواجد جمعيات أو ضعف تمثل لتواجد جمعيات المجتمع المدني والآلي والجمعيات الترفيهية، وخاصة النقص الفادع في مستوى نقابة السكان والأولياء وصيانة المنطقة، مما يعكس ضعف المشاركة في إدارة الشأن المحلي من خلال التهيكل المنظم ضمن إطار عمل المجتمع المدني. من بين المشاكل اللي باش نذكروها، شنو هو أول مشكلة لازمها تتصلح في حومتك؟ فما مشاكل أمنية، فما مشاكل خدمات عمومية، فما مشاكل بنية تحتية، مشاكل بيئية وأخرى. 67.2% ما عندهمش ثقة. استقالة الدولة يعني التاريخي من هذه المناطق كان له تأثير مباشر على مستوى الثقة في هيكل الدولة عموما ومنها البلدية، وهذا ما تعكسه النسب المعبر عن ضعف ثقة الشباب المستجوب بقدرة البلدية على إصلاح المشاكل الموجودة. أسباب عدم الثقة، هل لأن البلدية فعلا ما هيش قادرة، أو لأنها قادرة وما عندهاش إدارة إصلاح، أو لأن المواطن مهوش متعاون مع المسألة هذه. الكل يعني خلينا نقول 77.5% مشيوا مع فكرة أن البلدية قادرة عندها آلية الإصلاح، لكن الإرادة هي اللي غايبة. يعزى سبب عدم الثقة في قدرة البلدية على إصلاح الأوضاع المتردية لهذه المناطق حسب ما عبر عنه شبابها لغياب إرادة إصلاح وليس لإضافي إمكانياتها. الناس بنهم على دور المجتمع المدني، معناها كاين وعطينا هيبوتيز، إذا وجد مجتمع مدني قوي في حومتك كيف يكون دوره؟ حكاية فارغة، ولا عنده دور ضعيف، ولا عنده دور مهم برشا. نلقاو اللي 60.7% يعني طلعت النسبة يمنوا انه المجتمع المدني عنده دور مهم برشا، وهذايا ما يحيل المقبوليه الاجتماعيه لفعل المجتمع المدني في هذه المناطق. اول مؤشرات المقبوليه الاجتماعيه المقاربه التشاركيه هي ارتفاع نسب الثقه في جدوى عمل الجمعيات والنقابات العامله على تحسين جوده الحياه بالمنطقه. هذا المؤشر طبعا يعزز فكره استثاره الشباب هذه المناطق وتحفيزهم للمشاركه المحليه من خلال إدماجهم في العمل الجمعوي لتحسين مناطقهم، على اعتبار أن العمل الجمعوي المحلي يحظى بدرجة محترمة من المقبولية الاجتماعية لها قابلية التطور أيضا. قياس مستوى المشاركة المحلية ودرجة المعرفة بالمفاهيم. مستوى المشاركة المحلية يعني هل شاركت في الانتخابات أو الاجتماعات البلدية؟ 90% ما شاركوش. طبعا يلزمنا نحطوا في بالنا انه من المستجوبين شكون اعمارهم 18 سنه، فما خلطوش على اخر انتخابات بلديه كان عمرهم مش عمر يسمح بالانتخاب، لكن مع ذلك هما معناها ما كانش فما الرفلكس باش يقول لك لا انا كنت صغير، ولا جاوبوا على حاجات اخرى.
قلنا كما قلنا يعني نسبة 90% من الشباب المستجوب بهذه المناطق لم يشاركوا سابقا في الانتخابات أو في الاجتماعات البلدية بمناطقهم، ويرجع هذا في تقديرنا إلى تراكم كل الأسباب السابق تحليلها من ضعف وجود المجتمع المدني المحفز على المشاركة واستقالة الدولة الذي أدى آليا إلى الفقدان التام للثقة بهياكلها وإرادتها للتدخل والإصلاح. أسباب عدم المشاركة الآن، هل لأنه ما سمعتش بها ولا ما لقيتش شكون يمثلني؟ ما لقيتش شكون يمثلك يعني؟ ما كنتش مهتم بالسياسة، نعرف اللي حد شيء ما هو بشي تصلح. تقريبا يمكن قول أن السببين الأولين لعدم المشاركة هما بالتساوي مشكل الاتصال والتواصل، يعني ما سمعتش بها، فمشكل كبير في الكوميونيكاسيون، لذلك يجب العمل على إصلاح هذا الخلل وتعزيز الشفافية في عمل البلدية والهيكل. جماعات عنيفة، منها حي تضامن، منها الكبارية، منها شنو آخر بلاد؟ منها دوار ياسر. فهذايا كان يعني الفئة المستهدفة نتاعو، كانت المناطق اللي في تمثل الناس هي مناطق طبقة وسطى أو مناطق مرفهة بين ضفرين. لكن على حواشي المناطق هذيا طبعا سي حاتم يعرف أكثر مني أنه التخطيط العمراني المنظم في بدء الأمر، لكن فيما بعد ظهرت الأحياء الهامشية اللي كانت على هامش الأحياء المنظمة، واللي صار أنه ما كانش فما امتداد للأحياء المنظمة بقدر ما كان فما امتداد للأحياء الهامشية. والأحياء الهامشية يعني نقوله هامشية لأنه فعل التبنيش هو فعل مسلط مش هم مهمشين، بالإضافة إلى كونه فما مسائل أخرى عندها علاقة بالضبط الاجتماعي وعندها علاقة بالقيم والعادات التي تحكم هذه الأحياء ومدى تأثيرها على الأحياء المجاورة في مسألة التأثير والتأثر والانصهار. الفئة المستهدفة كما قلنا اعتمدنا 400 فقط من جملة 700 تسبيان اللي عملناهم، لأنهم هما اللي كانوا يعني يحظوا بدرجة معينة تخول لهم أنهم يكونوا مستبيانات علمية. 50% كما قلنا أحياء مهمشة، 50% من أحياء طبقة وسطى في منطقتي سكرة والمرسى. المحور الأولاني كان حول قياس مستوى الشعور بالانتماء للمنطقة ودرجة الرضا، وهنا نشوفوا برشا مفارقات معناها ما بين الرضا والشعور بالاعتزاز للمنطقة، باش نلقاو حاجات غريبة شوية. السؤال الأول، هل ترى وجود فرق بين حومتك وبقية الحوم الأخرى في نفس المنطقة؟ معناها قريب 90%، شوفوا هوني 89.9% و 88.8% ما بين يعني النمطين الأحياء يروا وجود فرق حقيقي ما بين الأحياء اللي موجودة في نفس المنطقة الواحد، وهذا ما يعزز فرضية الانتداب اللي انطلقنا منها. السؤال الثاني هو حول الخدمات اللي موجودة في المنطقة، هل أنت راضي على مستوى الخدمات الموجودة في حومتك؟ نلقاو 78.3 و69.7% منقسمين بين المناطق المهمشة والمناطق الطبقة الوسطى ماهمش راضين على مستوى الخدمات اللي موجودة. المؤشر البارز هو ارتفاع نسبة عدم الرضا على الخدمات والمرافق المقدمة من طرف الدولة لهذه المناطق، ومن اختلفت النسب بين أحيائها. هل أنت راض على مستوى العلاقات بين الناس في حومتك؟ يعني السؤال يمكن يبان غريب شوية في بداية الأمر، لكن هذا عنده علاقة بما يسمى بالضبط الاجتماعي فيما بعد. نلقاو هنا معناها النتيجة عكسية، نلقاو نسب الرضا على العلاقات الإنسانية اللي موجودة بين ضفرين، كل العلاقات الإنسانية الموجودة في الأحياء والمناطق هي مرتفعة 62% و53%، يعني هما غراضين. مؤشر البارز هنا هو ارتفاع نسب الرضا بين العلاقات بين الناس في هذه المناطق بمختلف أحيائها، عكس المؤشر الأول اللي كنا نحكي عليه المتعلق بعدم الرضا عن الخدمات الموجودة في هذه المناطق. توا ننتقل يعني إلى مرحلة متقدمة واللي هي عندها علاقة بالاعتزاز والانتماء للمكان. هل تعتز بالانتماء لحومتك؟ بالطبيعة هنا يظهر لي ولاد سكرة ولاد المرسى يعني أبهرونا، 80% يعتزوا. أي هذا بالضبط، يعني وقت تلقى المفارقة ما بين الاعتزاز وعدم الرضا، هذا يلزم بعض التحليل السوسيولوجي العميق. يعني بلغت نسبة الاعتزاز بالانتماء للحومة 75.3 لدى شباب الأحياء الطبقة الوسطى و 80.2 لدى شباب الأحياء المهمشة. نلاحظ تدرج من انخفاض
في نسب عدم الرضا عن خدمات المقدمة، إذا ارتفاع نسبة الرضا عن العلاقات بين الناس، إذا ارتفاع كبير في مستوى الشعور بالاعتزاز والانتماء للحي. يقودنا هذا إلى نتيجة مفادها أن الشعور بالاعتزاز للمنطقة ليس مرتبطاً بمستوى تهيئة المكان، بل هو مرتبط بشكل أساسي بمستوى الروابط العلائقية بين الناس المسجلين على الرقعة الجغرافية. أسباب الاعتزاز طول، يعني حطينا بعض الأسباب وخلينا مجال لأسباب أخرى. قلنا معناها علاش تعتز بخونتك؟ على خاطرها حافلة وحية، ولا على خاطر ما فيهاش مشاكل، ولا على خاطرها نظيفة ومزيانة، ولا على خاطر الناس تحب بعضها؟ نلقاو إنه أعلى حاجة كما تشوفوا اللي هي رايدة ما فيهاش مشاكل، وهذا ما يؤكد الفرضية السابقة أن سبب الاعتزاز في هذه المناطق ناجم في مستوى أول عن عامل قلة المشاكل بين الناس. اللي تاكس وعبارة رايدة وما فيهاش مشاكل، حيث استعملها 44.7 من شباب مناطق الطبقة الوسطى و 38.8% من شباب الأحياء المهمشة. في حين أن سبب الاعتزاز الراجع لسلوكية المكان يحتل المرتبة الأخيرة، نظيفة ومزيانة يعني 9.3 فقط يعتزوا على خاطر منطقتهم نظيفة ومزيانة، وبالنسبة للأحياء المهمشة 6.1 فقط يعتزوا لأسباب عندها علاقة بتهيئة المكان. طو في التمثل المعاكس، أسباب عدم الاعتزاز على خاطر خايضة فيها برشا مشاكل، ولا مجينة، ولا صف وفوضى، ولا العباد مش باهية مع بعضها. هذايا معناها حتى وقت تقرأ 15 سنة سوسيولوجية راسك يوجعك شوية وقت تلقى نتيجة كيما هكا. من الأول سبب الاعتزاز هو الناس باهية مع بعضها، أو واحد معناها علاقة بالأمن، يعني في حسن علاقات الناس. وأسباب عدم الاعتزاز زادة على خاطر الناس مش باهية على بعضها، فهذا يلزم شوية تحليل. المفارقة التي نلاحظها في هذا المستوى هو أن السبب الرئيسي لعدم الاعتزاز مرتبط بطبيعة العلاقات بين الناس. العباد مش باهية مع بعضها، هذه العبارة اللي تحدثوا بها. 58.7% من شباب الأحياء المهمشة و 36.7% من شباب مناطق الطبقة الوسطى. مثل ما يقوم كما قلنا السبب الرئيسي للاعتزاز على عامل آخر من عوامل حسن العلاقات بين الناس، وهو عامل الأمن. هذه المفارقة تحيلنا إلى سؤال سوسيولوجي أعمق متعلق بتمثل الناس لعامل قوة العلاقات بين الناس وخصمها. طو كل ما باش نحكيوه في الاستبيان من طول اللي بشوفه باش نجيو نحكيو على تمثلات الناس، يعني مش على اللي موجود فعلا. الناس كيف تتمثل هذا الموجود؟ يعني وقت نقول حسن العلاقات وحسنها، ذلك أنه يمكن أن تتوفر على روابط علائقية قوية في مجموعة بشرية. المافيا راهو بيناتهم علاقات قوية برشا، مجموعات المافيا ومجموعات الجرائم عندهم علاقات قوية برشا بين بعضهم، يعني المسجلة على نفس الرقعة الجغرافية لكنها غير مضبوطة بقوانين اجتماعية سليمة. هنا القوانين الاجتماعية هي اللي مش تلعب دور سليمة وضابطة ومهيكلة لهذه العلاقات، فتتفرز كما قلنا بذلك مجموعات بشرية ممكن أن توصم بالانحراف أو الخروج عن ضبط الاجتماعي السليم، في حين تتمثل ذلك الخروج على أنه أمن. في بعض مجموعات التركيز كنت نسأل معناها شنية أكبر معناها أكبر المشاكل، يقولوا لي أكبر المشاكل هو تواجد جهاز الأمن، معناها هذايا غريب، في حين أنه وقت يكون مش موجود جهاز الأمن في تمثلهم هما الذاتي لمكانهم أنه هذاك في حد ذاته أمن، لأنه الكود ما عندهاش علاقة معناها بفاعلية جهاز الأمن أو غيره، هو تمثلات الناس اللي مسجلين على الرقعة الجغرافية هذيك. معناها الشفرات اللي يحكيوا بها بين بعضهم هو أنه الأمن في كيفية إدارة علاقاتهم بين بعضهم حتى وإن كانت علاقات منحرفة. يعني هذا هو الذي هو بدوره محل خلاف ضمن التمثلات أو الصور الذهنية المحمولة عليه بين مختلف المجموعات. أما عن السبب المباشر الثاني لعدم الاعتزاز في هذه الحالة متعلق أساساً بالمكان. هنا وقت باش نحكيو على عدم الاعتزاز يقول لك يا خويا أنا ما نعتزش ببلاصة مسخة وفيها برشا فوضى، وهو ما يعزز فكرة أن الاعتزاز بالمكان لا يعكس الرضا عن مستوى تهيئة المكان. السؤال اللي بعده كان حسب رأيك شنو هو الحاجة، وهذا ما باش يثبت بتبيع الفرضيات اللي كنا نحكيو فيها، شنو هو اللي قاعد ينظم في العلاقات بين الناس في حومتك؟ القانون متاع الدولة، ولا العادات متاع الحومة، ولا كونه أغلبية الناس ما عادش يهمها لا في القانون ولا في العادات؟
نلقاو معناها الفرضيه اللي انطلقنا منها انه معناها هذه مساله الشفرات الاجتماعيه والكود اللي يخلقهم تخلقهم الزمر والمجموعات هذه المسجله على اوقاع جغرافيه معينه هي اللي تحكم العادات الاجتماعيه، يعني العادات نتاع الحومه هي اللي تحكم في الضبط الاجتماعي اللي موجود في المنطقه هذيك. فنلاحظ ان الضبط الاجتماعي في هذه المناطق متعلق اساسا بنمط العادات الذي يحكم تمثلات الناس لكيفيه اداره علاقاتهم المتينه بين الطرفين، وهو ما اشرنا اليه سابقا خلال تعرضنا لاشكاليه صعوبه تحديد معنى الناس باهيه مع بعض، اذ ان هذه النسب تثبت ان الضبط الاجتماعي للعلاقات الوثيقه بين الناس ليس خاضع لاساس قانوني موحد ومتعارف عليه بقدر ما هو خاضع لانماط التمثل الغير محدده قانونيا. من بين الاشياء شنو منها موجود في حومتك؟ نرجع هنا لمسألة التمثل، يعني كان سهل برشا ان نعمل المابينج نتاع دور الشباب اللي موجوده في المناطق هذه ونتاع دور الثقافه، لكن لا نحبوا نعرفوا الشاب وقت اللي تسأله حتى وان كانت موجوده دار شباب هو يتمثل وجودها ولا ما يتمثلش وجودها، شنو يفهم منه؟ وزاد ينجم يكون معناها وقت اللي تسأله على نشاطه في المجتمع المدني ولا نشاطه في الجمعيات هو ينجم يكون مشى يكور ماتش كوره في الملعب البلدي فيعتبر انه هذاك نشاط في المجتمع المدني، فمن المفيد انه نخدم الخدمه هذيا نتاع تمثل الناس. فسالناهم على النوادي الشبابيه، يعني تسمى باهي النوادي الشبابيه موجود منها 27.8% ويقولوا عليها ناشطه. بعد هذيا النوادي الثقافيه يعني النسبه الاقصى تلقى انها موجوده وناشطه 22.7%. النوادي الرياضية هذية معناها أكثر حاجة 43.9% إنها موجودة. هنا باش نبداو يعني في الحاجات المفرحة إنه المقاهي الثقافية تلقى 5.1% موجودة، معناها يزي في البركة. الجمعية سيان الحومة 4% موجودة يتمثلونها موجودة. نقابة السكان 3.5% موجودة. جمعية أولياء التلاميذ 2% موجودة وناشطة، معناها أمورها جمعية محافظة على التراث كيف زاد معناها 2% نلقاو أنها يعتبروها موجودة ونشطة. نلاحظ هنا ضعف تواجد جمعيات أو ضعف تمثل تواجد جمعيات المجتمع المدني والأهلي والجمعيات الترفيهية، وخاصة النقص الفادع في مستوى نقابة السكان والأولياء وصيانة المنطقة، مما يعكس ضعف المشاركة في إدارة الشأن المحلي من خلال التهيكل المنظم ضمن إطار عمل المجتمع المدني. من بين المشاكل اللي باش نذكروها شنو هو اول مشكله لازمها تتصلح في حومتك؟ فما مشاكل امنيه، فما مشاكل خدمات عموميه، فما مشاكل بنيه تحتيه، مشاكل بيئيه واخرى. تحت المشاكل البنيه التحتيه صدرت المشاكل المعبر عنها بين مختلف احياء المناطق المدروسه، تليها مشاكل بيئه ثم مشاكل خدمات عموميه فالمشاكل الامنيه. يعني مشاكل البنيه التحتيه هي اكثر واحده بنسبه 52.3%، وكل المشاكل اللي ذكرت في حقيقه الامر برغم ان خلينا فسحه لذكر المشاكل الاخرى هي مرتبطه بالاساس بعدم تواجد الدوله وقيامها بالادوار الاساسيه الموكل اليها في هذه المناطق بمختلف اصناف احيائها. لذلك فان مبدا اللامركزيه في يعني بحسب هذه النسب سامحونا قلنا انه مبدا اللامركزيه لا يجب ان يبنى على فكره استقاله الدوله من هذه المناطق بقدر ما يجب ان يبنى على المقاربه التشاركيه في اداره المنطقه بين الاهالي ومؤسسات المجتمع المدني والدوله. مستوى الثقه في الهياكل القائمه للدوله والعمل البلدي، هل عندك ثقة أن البلدية قادرة تصلح المشاكل اللي موجودة؟ تفاؤل كبير 67.2% ما عندهمش ثقة. استقالة الدولة يعني التاريخ من هذه المناطق كان له تأثير مباشر على مستوى الثقة في هيكل الدولة عموما ومنها البلدية، وهذا ما تعكسه النسب المعبر عن ضعف ثقة الشباب المستجوب بقدرة البلدية على إصلاح المشاكل الموجودة. أسباب عدم الثقة، هل لأن البلدية فعلا ما هيش قادرة، أو لأنها قادرة وما عندهاش إدارة إصلاح، أو لأن المواطن مهوش متعاون مع المسألة هذه؟ الكل يعني خلينا نقول 77.5% مشيو مع فكرة أن البلدية قادرة عندها آلية الإصلاح
لكن الإرادة هي لغاية. يعزى سبب عدم الثقة في قدرة البلدية على إصلاح الأوضاع المتردية لهذه المناطق حسب ما عبر عنه شبابها لغياب إرادة إصلاح وليس لضعف إمكانياتها. هنا استناهم على دور المجتمع المدني، معناها كاين معطينا هيبوتيز، إذا وجد مجتمع مدني قوي في حومتك كيف يكون دوره؟ حكاية فرد ولد عنده دور ضعيف ولد عنده دور مهم برشا. نلقاو اللي 60.7% يعني طلعت النسبة يمنوا انه المجتمع المدني عنده دور مهم برشا، وهذايا ما يحيل المقبولية الاجتماعية لفعل المجتمع المدني في هذه المناطق. أول مؤشرات المقبولية الاجتماعية المقاربة التشاركية هي ارتفاع نسب الثقة في جدوى أعمال الجمعيات والنقابات العاملة على تحسين جودة الحياة بالمنطقة. هذا المؤشر طبعا يعزز فكرة استثارة الشباب هذه المناطق وتحفيزهم للمشاركة المحلية من خلال إدماجهم في العمل الجمعوي لتحسين مناطقهم، على اعتبار أن العمل الجمعوي المحلي يحظى بدرجة محترمة من المقبولية الاجتماعية لها قابلية التطور أيضا. قياس مستوى المشاركة المحلية ودرجة المعرفة بالمفاهيم. مستوى المشاركة المحلية يعني هل شاركت في الانتخابات أو الاجتماعات البلدية؟ 90% ما شاركوش. طبعا يلزمنا نحط في بالنا انه من المستجوبين شكون اعمارهم 18 سنة فما خلطوش على اخر انتخابات بلدية كان عمرهم مش عمر يسمح بالانتخاب، لكن مع ذلك هما ما معناها ما كانش فما الرفليكس شو يقول لك ده انا كنت صغير ولا جاوبوا على حاجات اخرى. قلنا كما قلنا يعني نسبة 90% من الشباب المستجوب في هذه المناطق لم يشاركوا سابقا في الانتخابات أو في الاجتماعات البلدية بمناطقهم، ويرجع هذا في تقديرنا إلى تراكم كل الأسباب السابق تحليلها من ضعف وجود المجتمع المدني المحفز على المشاركة واستقالة الدولة الذي أدى آليا إلى الفقدان التام للثقة بهياكلها وإرادتها للتدخل والإصلاح. أسباب عدم المشاركة الآن يعني هذه أنا ما سمعتش بها ولا ما لقيتش شكون يمثلني، ما لقيتش شكون يمثلك يعني، ما كنتش مهتم بالسياسة، نعرف اللي حد شيء ما هو باش يتصلح. تقريبا يمكن نقول أن السببين الأولين لعدم المشاركة هما بالتساوي مشكل الاتصال والتواصل، يعني ما سمعتش بها، فما مشكل كبير في الكوميونيكاسيون، لذلك يجب العمل على إصلاح هذا الخلل وتعزيز الشفافية في عمل البلدية والهيكل التابعة لها عموما. مشكل فقدان الثقة، نعرف اللي حتى شيء ما بش يتصلح. هذا المشكل الأخير يمكن تجاوزه عند الحديث عن كون المواطن هو طرف أساسي لازم في عملية الإصلاح من خلال توضيح التشريعات الجديدة المتعلقة باللامركزية وبمبدأ الديمقراطية التشاركية. المشروع طوق الباب هذايا معناها التصور الأساسي بتاعه كان حول الفصل السابع من الدستور ومبدأ اللامركزية. هل عندك فكرة على الباب السابع من الدستور؟ نلقاو 96.5% ما عندهمش فكرة على هذا الباب من الشباب المستجوب. مبدأ اللامركزية كما قلنا وهو أساس هذا المشروع يجهده تقريبا كل الشباب الذين تواصلنا معهم من خلال هذا الاستبيان في منطقتين مرسى وسكرة وباختلاف أحيائهم المصنفة على كونها أحياء طبقة وسطى أو موسومة على الأقل أنها أحياء مهمشة، وهو ما يثبت فرضية الانتداب لهذا المشروع التي تصورت وجود فجوة كما قلنا بين النصوص التشريعية الجديدة ومدى استيعاب المجتمع ومقبوليته لهذه النصوص. تعرف شو معناها لامركزية أو تعرف شو معناها ديمقراطية تشاركية؟ بالنسبة لامركزية 80.8% ما يعرفوهاش. ديمقراطية تشاركية نقلت حتى نسبة 72.7% ما يعرفوهاش. في نفس السياق نجد أن المفاهيم الأساسية المتعلقة بمبدأ اللامركزية غائبة غياب شبه كلي عن إدراك هؤلاء الشباب بمختلف مناطقهم وأحيائهم. بالنسبة لاستعدادات المشاركة قياس تأثير التشريعات الجديدة، طبعا هذا في الاستبيانات العلمية يمكن يفرق شوية لأنه هنا أعطينا نوع من التعريف، يعني سؤال مزدوج تعطيه تعريف معناها بالفصل هذين نتاع الدستور تقول راهو فيه هكا وهكا وهكا، وهل أنت راض عن هذا أم لا؟ فبعد ما حكينا لهم مثلا على الفكره بتاع مشروع القانون اللي كانت عندها علاقه في الوقت هذاك وقت اللي خدمنا الاستبيان يعني عم ناول كانت موجوده هناك نسبه 33% تضمن تمثيليه الشباب في المجالس البلديه، هل انت راض او راضي جدا او مرافض ام رافض تماما لهذا مشروع القانون؟
نقع في هذا المحور كما قلنا استعملنا كده عن اقتراح القانون المقدم بمجلس النواب الشعب والمتعلق بضمان تمثيلية ثلث الشباب في المجالس البلدية، نلاحظ أنه لقي درجة محترمة من المقبولية لدى المشاركين في الاستبيان. اللامركزية تعني الاستقلالية المالية والإدارية للبلديات ومشاركة المواطنين في العمل البلدي ومتابعة الخدمات البلدية كالعادة. يعني هل أنت موافق أم موافق جدا، رافض أم رافض تماما؟ نخلت يعني 48% و45% هدايا جوز نسب الإدارة عندما نجمعهم مع بعضهم تفوق 90%. مبدأ المركزية الذي يعني الاستقلالية المالية والإدارية للبلديات ويعزز مشاركة المواطنين في صنع القرار المحلي يحظى أيضا بمقبولية اجتماعية لدى المشاركين في الاستبيان. بعد معرفتك بالتشريعات الجديدة، هل هذا يحفزك للمشاركة في الانتخابات البلدية القادمة ولا؟ يعني نحن عملنا تيست صغير، مجرد انه في وقفه في الشارع قلنا هاوش معناها لا مركزيه هاوش معناها كذا، شنو رايك فيها؟ بعد ما عرفت هذايا هل عندك استعداد انك باش تشارك؟ من بعد ما نلقاو 90% ما يشاركوش، نلقاو 81.3% و80.7% عندهم استعدادات المشاركه في الانتخابات البلديه القادمه. فنشوفوا هنا تاثير التعريف بهذه المفاهيم الدستوريه الجديده على استعدادات المشاركة في الانتخابات القادمة. طبعا هنا وفي الاستبيان هذا يعني تقسيمات متاع المتغيرات الجنس وعدد سنوات الإقامة والمستوى التعليمي والوظيفة. نمر الآن سريعا إلى التوصيات، هي ما هيش برشا، يعني 4 توصيات أو 5 توصيات على الأكثر. نقول كما مبدأ اللامركزية لا يجب أن يبنى على فكرة استقالة الدولة من هذه المناطق بقدر ما يجب أن يبنى على المقاربة التشاركية في إدارة المنطقة بين الأهالي ومؤسسات المجتمع المدني والدولة. واحد من المشاكل الأساسية التي يجب الاشتغال عليها هي إعادة الثقة في الهيكل المحلية الطائرة، ولا يكون ذلك إلا بالعمل على تطوير خدمات القرب وتنفيذ مشاريع عمومية تتجاوب مع الاحتياجات الحقيقية والخاصة بكل منطقة وتمليك هذه المشاريع للأهالي لضمان ديمومتها. راهو المشاريع العمومية هذه، راهو إذا كان باش نقعدوا نتحدثوا بمنطقة ما تمسش هذيك على خاطرها متاع الدولة، راهو كل يوم باش يمسوا هذيك على خاطرها متاع الدولة. وقت تقول ما تمسش هذيك على خاطرها متاعك، راهو ما عادش باش يمس هذيك على خاطرها متاعو. فالباراديغم هذايا متاع هذاك متاع الدولة راهو يلزم يتبدل. هذاك راهو متاعك، هذاك راهو ملك الشعب، ملك العموم، ملك كده. العمل على ابتكار آليات تواصلية ناجعة، لأنه كما شفنا أنه السبب الرئيسي لعدم المشاركة هو المشكلة التواصلية. معناها مش معقول في 2017 نلقاو يعني حملات دعائية تعلق يافطة معناها فوق المشي، واحد ماشي يقضي في الخضرة أكيد مش باش يوصل اليافطة، باش يمشي يلوج على المعدنوس، باش يلوج على حاجة أخرى. فيلزم يلزم يلزم ابتكار آليات تواصلية حديثة يعني وناجعة توصل للشباب هذوما باش ينجموا يسمعوا شنيا فهمنا. على المجتمع المدني، هذه توصية المجتمع المدني أن يعزز تواجده بهذه المناطق خاصة وأنه يحظى بدرجة كبيرة من المقبولية. هذا يسألنا عن دور المجتمع المدني، فكينا مقبولية اجتماعية، كيف نطور هذه المقبولية الاجتماعية إلى قابلية اجتماعية بمعنى الاستعداد للانخراط في هذا الشأن، وأن يطلع بدور التربية على المواطن، وهذا مهم جدا باعتبارها منتجة للضبط الاجتماعي السليم. تمليك الشباب لمفاهيم اللامركزية والديمقراطية التشاركية والمواطنة الفعلة دون إتاحة الفرصة لتطبيقها أو تأخير ذلك يؤدي ضرورة إلى ارتكاسة في اتجاه فقدان ثقة مضاعف. يعني بعد ما العباد هذوما نحن لقينا إشكال حتى مع المياسرين تاعنا، مع الأطراف اللي جبناهم وقت حكينا لهم على المشروع قانون نظام لتمثيلية الثلث في المجلس البلدي للشباب، ثم سمعوا انه المشروع القانون هذايا ما تعداش كأنه صارت ارتكاسه. لكن قلنا لا، معناها عاودنا حفزناهم، قلنا لا راهو متواصل، راهو فما حاجه اسمها مناصره، نجموا نخدموا مخير من هكايا. فهذايا باش شدينا. اذا كان التعبي تشحن العباد هذوما تقول لهم لا راكم كلتوا غالطين وقت تقولوا ما عندناش ثقه في الهيكل القائمه وترجع لهم الثقه، وبعد يجي طرف معناها كل كسوة الدوله ولا المجتمع المدني ويعمل حاجه بما يزعزع هذه الثقه، راهو تكون ارتكاسه
يعني في اتجاه خطوتين الى الوراء. الارتكاسة هذه عندها فعل مضاعف يمكن ما نجموش نشوفوه يعني في معناه العميق، لكن في تقديري هاو شنو مين ينجم يوصل. انا اشتغلت على الظاهره هذه مده 5 سنوات على الاقل، اللي هي ظاهره الراديكاليه. فقدان الثقه هذا في اجهزه الدوله هو عوده لانماط اخرى من الضبط الاجتماعي غير المهيكل اللي تحدثنا عليه. يعني نحن لقينا نوع من الضبط الاجتماعي عنده علاقه بالعادات والتقاليد نتاع الحكومه او نتاع الزمره او نتاع المجموعه المسجله على الرقعه الجغرافيه. الضبط الاجتماعي هذايا نحن غير مرئي للعين، ينجم يتشكل في عديد من التمظهرات السوسيولوجيه. كما قلنا ينجم يكون في مجموعه اجراميه، ينجم يكون في مجموعه نتاع سرقه، كما ينجم يكون زاد في مجموعه راديكاليه دينيه عنيفه. العودة عن الضبط الاجتماعي السليم اللي عنده علاقة بما يقدمه المجتمع المدني وبما تقدمه مؤسسات الدولة من التربية على المواطنة السليمة سيؤدي إلى الرجوع إلى أشكال من الضبط الغير مهيكل والغير مرئي للعيان، بما يفتح الباب أمام مجموعات الإجرام والجماعات الراديكالية. وعليه يجب التسريع في تفعيل وتنزيل المركزية انطلاقا من اجراء الانتخابات البلديه في اقرب الاجال. وشكرا لحسن استماعكم.